فكرة ان انا اقول للجوزي انا قاعدة معاك علشان العيال، لا حبيبتي، لا مش قاعدة مع يعني حسنة. دي جملة المفروض انها تتشفر، ومعنى كمان يتشفر، مش بس ان انا ما اقولهاش، ان انا ما احسهاش، ما سواء كنت حسهاش. راجل ولا ست. في اخر حاجة بقى، يعني الكتاب ممتع وكل كلمة فيه ممتعة ومهمة. انت بتقولي قبل ما اعرف حافظ كنت مندفعة زي القطر في اتجاه هدف مش شايفة غيره، مش شايفة ولا الطريق ولا الرحلة، لكن زي رواية الخيميائي باولو كويلو اكتشفت ان الكنز هو في الرحلة نفسها. صحيح، يعني قبل ما اشوف حافظ انا كنت عايزه اسافر اعمل الدكتوراه، ماجستير ودكتوراه في القانون من فرنسا، ويا اقعد في فرنسا يا ارجع مصر ادرس في الجامعه وابقى محاميه. وكان بالنسبه لي ده هدف يعني لن احيد عنه. فلما قابلت حافظ وعجبني جدا، وبعدين بقينا اصحاب، احنا بنحب نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونتبادل الكتب مع بعض ونتفرج على افلام. الراجل ورغم ان ده باباك قال لك ده خريج سجون و... خريج سجون مش هجوزهولك. فقلت له بص انا هتفق معاك، لا انا هفرض عليك حد ولا انت هتفرض عليا حد. فانا الراجل ده حسيت ان انا يعني تمام، انا ممكن ابقى ماشيه على الهدف بتاعي، بس انا ده صديقي ورفيقي وحبيبي، فهسيبه علشان ايه؟ علشان كده لما بتقولي لي على التضحيات، انا عمري ما حسيت ان انا ضحيت بالدكتوراه مثلا خالص، بالعكس انا بقى عندي بديل اخر، لانه لما قعدت مع حافظ عرفت معنى اخر للحياه، اللي هو فكره انك تعيشي حياتك كويس، انك تتذوقي الاكل. انا من النوع اللي اكل بسرعه وتديني اي حاجه سد جوع، لا هو كان ذواق يعني، عشان كده كان بيطبخ حلو قوي. وكان فعلا بيقف يطبخ. لا هو كان بيدخل هو وعصابه الثلاثه اولاده يطربقوا المطبخ ويعملوا حاجة حلوة ويطلعوا. وانت بقى تعمل الدمار اللي حصل ده، الدمار تعيد الشامل ترتيب الدمار. والفوضى الخلاقة دي عمري ما اتخانقت عليها، لأنه برضو ده الفايدة كواليتي كويس، الكواليتي حياة، جودة الحياة، وهم بيلعبوا مع أبوهم وبيلعبوا بالدي، هو بنى ذاكرة عندهم حلوة قوي. برضو من الحاجات اللي عمري ما اتخانقت عليها، هو لما كان بيسافر حافظ بقى لا ليه انه يشتري هدومه ولا يشتري ولا بتاع هدية ولا، ولا لا هو كان اخره يجيب لك هدية محترمة في علبة قد كده. حتى اوكي مرة كنت بهزر اقول ماليش في العلب اللي قد كده، انا بتاعت العلب اللي قد كده. فكان لما يغيب مثلا اسبوع 10 ايام الاقيه راجع بهدوم، وهدوم طبعا هو مش عارف المقاس، فيا اما تطلع صغيرة قوي يا اما تطلع كبيرة قوي، وهدوم غالية قوي. فانا ببقى متغاظه من جوه، بس عمري ما اتخانقت معاه. عشان دي طريقته في التعبير، ان انتوا وحشتوه. انا وحشته، فهو اللي عمره ما بيشتري هدوم نزل مخصوص عشان نزل يدور عليا في الدنيا، فجاب لي هدوم. يا مره جاب لي طقم مقاس 52، التاكيد انا بلبس 44 على فكره، فده حتى ما ينفعش يتضايق. ومره جاب لي مقاس 40 خالص، ما كنتش بلبس حلقان، فلقيته مره جايب 3 حلقان قيمين جدا. فبقول له حافظ انا مش بلبس حلقان، قال لي عجبوني وحسيت انه هيبقوا حلوين عليك. رحتي خرمتي ودانك طبعا، اللي كانت مخرومه يعني، بس لا بقيت بلبسهم. انا من النوع اللي كان ودني تبقى حساسه قوي، حساسه. فروحتي عملتي ده عشان خاطره طبعا، لانه هنا مش الهديه يا جماعه، هي ان حد كلف نفسه المجهود وعمل مجهود وفكر فيكي. لما يجي بقى واحده ست جوزها يجيب لها حاجه فتقعد تتخانق، ما مش هيعملها تاني. بصي انت حوارك ده خلاني وانت بتتكلمي فكرت، هو ايه مشكله العلاقات الثنائيه والزوجيه اللي احنا بنتكلم كتير عليهم؟ هو زي ما انت قلتي كده، انك انت تعرفي هو عمل ده ليه؟ لو هو إيه عمل الفعل؟ ده عشان خاطر يراضيكي، وانتي شايفه ان هي حتى مش معجبه باللي هو عمله، بس هو عمله. وطالما هو عمله، هو انتي قلتي كلمه في وسط الحوار، نزل يدور عليكي في وسط خلق الله، ودي صحيح. حاجه مهمه. صحيح. برضو كانت في قاعده كده حطيناها مع العيال اسمها ثانك يو ويز سمايل، عارفه؟ والله العيال وهم صغيرين ممكن تاخديهم تتفرهدي طول النهار بانك بتفسحيهم في مكان سخيف عمرك ما هتروحي من غيرهم، زي الملاهي مثلا، وبعدين وانتوا ماشيين يشبطوا في البانة فتقول لهم لا فيقعدوا يزنوا. ده طبع الولاد في كل حتة. احنا اتفقنا على انه مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها اننا خرجنا واتبسطنا
يبقى ثانك حتى يو لو وذ ما سمايل. كملناش كل اللي احنا عايزينه المرة دي هنكمله المرة الجاية. امتنان وشكر، لازم يتعلموا الامتنان والشكر. فشوفي بقى وهم اطفال، تعالي دلوقتي لما تعملي حاجة لأي حد فيهم هو بيجي يشكر، فهو اللي تعود ان هو يشكر لان هو كمان وانا كمان بشكرهم طول الوقت. واحنا بنشكرك كل الامتنان كل الشكر ليكوا، انا اللي وكل الحب ليكي دايما ولمواقفك ولشخصيتك وكل التفاصيل. ومرسي احنا متقلين عليكي في البرنامج، عمالين كل الناس بتبعت عايزين استاذه نهاد، فاحنا بنيجي نقول لك يا استاذه نهاد الحقيقه خدي القضيه دي. على راسي، عايزه اقول لك انه يعني في ناس بتيجي فعلا وبتولى الموضوع فعلا. ربنا يخليكي، فاللي بيجي لحد المكتب على راسي. ربنا يخليكي.